عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم عندي اليوم. ان شاء الله جيت لكم بواحد الاكله سهله ماهله، بحال ديما بحال جميع الاكلات ديالي ساهلين وبساط كما كتشوفوا. كاين الناس اللي بزاف ما كطيحش عليهم بحال هكا كفكره، مثلا كيبغيو يديروا السردين مشوي وما كيقدروش، كيقولوا حنا ساكنه في بارطمات ما نقدروش نديروه لحقاش الدخان والريحه وداكشي. انا جيت لكم اليوم بواحد الطريقه اللي هي سهله. غادي اولا بحال الى مشوي في الفاخر، وثانيا للريحه ما تبقاش في الدار نهائيا. كما كتشوفوا معايا المكونات هي هذه. عندي تقدري تاخذي واحد كيلو ولا نص كيلو ديال السردين على حسب الاشخاص اللي عندك. عندي هنايا واحد نص حامضه، عندي واحد شويه ديال زيت العود، واحد 4 5 المعالق ديال زيت العود، وعندي شويه ديال الملح، وعندي هاد البلانشه هذه اللي غادي ندير فيها السمك ديال السردين غادي نشويه فيها. كما كتشوفوا كنشدوا الملح كنرشوه على السردين هكايا بهذه الطريقه كامل، بزاف ديال الملح زعما، حاولوا شويه تزعموا في الملح حيت كيشرب السردين الملح. وغادي تخلي واحد، ديجا انا دايره الملح غير وريتكم وصافي، غادي تخليه ويشرب واحد الملح واحد 10 دقائق بحال هكايا صافي. وغادي نبداو على بركه الله. اكله سهله ماشي كاع صعيبه، يعني انا كنديرها دائما مره في السيمانه كنديرها هنا في الدار، كتعجب العائله ديالي. واصلا السردين غني بالفيتامينات، غني بزاف يعني بزاف على الاسماك الاخرى، فهو راه معروف يعني لا داعي انني نشرح لكم الفوائد ديالو. فغنبداو على بركه الله الطهي ديال سمك السردين. غادي نبداو على بركه الله، غادي نخلي هاد البلانشيط تسخن مزيان حتى تسخن، نحس بها سخنات مزيان عاد نبدا نحط فيها السردين ديالي. كنأكد لكم خاصها تكون سخونه مزيان، حيت لحقاش الا درتو السردين حطيتوه في البلانشه وهي بارده غادي يلصق، واخا تكون نوع ممتاز حيت لحقاش خاصها تكون ضروري سخونه. غادي نخليوها تسخن وهانتوما معايا. دابا من بعد ما سخنت ليا البلانشه مزيان غادي ندير واحد شويه ديال الزيت كما كتشوفوا، وحتى معلقه كبيره بحال هكايا صافي، ما غاديش نكثر. وغادي هكايا نفرق هذاك الزيت مزيان على هاد البلانشه، وغادي نخلي هذاك الزيت يسخن حتى هو، وغادي نبدا. يعني عمليه سهله ماشي كاع صعيبه، انا واخا زعما عايشه في بارطما وداك الشيء، ولكن انا دائما كندير السردين مره في السيمانه، لان كما سبق وقلت لكم فهو مفيد للصحه. فدابا من بعد ما سخنات لينا مزيان ودرنا داك الزيت، غادي نهزو هاد السردين وغادي نحطو هكا على الطريق. غادي نخليوه يطيب، ولكن كنأكد لكم البنات ما تقلبوش السردين حتى تحسوا به طاب، ما تبقاوش تقلبوه وتعاودوه، لا مره واحده فقط. يعني انا غنخليه دابا حتى ياخذ حقه في الطياب على عافيه متوسطه، وملي غادي يطيب مزيان من الجهه الثانيه غادي نقلبوا على الجهه الثانيه صافي، وغادي نقدمو. هانتوما معايا وغتشوفوا الطريقه. دابا غنخليه حتى يشد راسو مزيان في الطياب عاد نقلبوا على الجهه الثانيه. فكما كتشوفوا من بعد ما طاب ليا من التحت غادي نبدا نقلبوا على الجهه الثانيه، بلا ما غنبقى نقلبوا نعاودوا نقلبوا على صافي مره واحده فقط. ها انتما كتشوف صافي، نقلبوا كامل بهذه الطريقه. صافي وغادي يطيب ليا على هاد الجهه ثاني، وغادي نبدا نحيدو صافي. غادي ندير واحد شويه ديال الحامض بحال هكايا مع الصراديش صافي، ونخليه يكمل الطياب ثاني صافي، ونبدا ونقدمو في الطبق التقديم صافي. داك السردين هو وجد، غادي نبدا نهزو وغادي نبدا نحطو في الطبق التقديم. فما كيلصق ما والو، كما كتشوفو ما كيلصقش نهائيا، وكيجي مشوي بحال في الفاخر الا تبعتوها الطريقه اللي قلت لكم. هذه مازال خصها شويه وغنستمروا هكذا.
صافي. وغادي نديرو نفس الطريقه، غادي نكمل وهانتوما معايا. من بعد ما كتنساليو داك السردين كنجيبو هذيك البلاك كنخليوها سخونه صافي، وكنكبو الخل وكيبقى يطلع داك الدخان كما كتشوفوا. اي خل عندك متوفر صافي، ملي كيطلع داك الدخان ديال داك الخل صافي ما كيبقاش نهائيا ريحه السردين في الدار. هذا هو الحل الوحيد الا بغيتوا تطيبوا السردين في الدار. المهم كنتمنى نكون انني وصلت لكم هذه الفكره. فالناس اللي بغاو يديروا السردين في الدار وكيخافوا منه، راه ماشي مشكل، تقدروا ديروا بهذه الطريقه اللي وريتكم. فهو كيجي على هذا الشكل الطبق ديال السردين، كيجي غزال. كونوا اكيد اني الا قلت لكم زوين، راه زوين، كيجي مذهب. شوف كيجي مشوي بحال نيشان مشوي في الفاخر. ما تخافوش منه زعما كلا كنتو باغين تشويو في الدار، راه ماشي مشكل، تبعوا الطريقه اللي قلت لكم كيجي رائع. انا قدمت مع واحد شويه ديال الحامض وواحد الصوص اللي انا صايبتها، شويه ديال البصيله وفلفله ومطيشه وشويه العطريه صافي، درتها كومباني مع هاد السردين. كيجي غزال، اكله صيفيه صحيه ورائعه. كنتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، واللي عجبو الفيديو يشترك معايا في القناه ويدير جيم. وبسلام عليكم الى الفيديو القادم.